معاكم كريم محمد السيد من قناة كريم بامبو، وإن شاء الله النهاردة هنشرح صوت. الصوت ده أنا مش عارف أسميه إيه، يعني أنا مش عارف أسميه إيه، لأن هو يعني تجميع أصوات في بعض، فأنا مش عارف أسميه إيه. فهو صوت سهل جدا، والناس بتعتقد إن مدحت ممدوح مثلا أو أي حد بيعمله، إن هو بيعمل كلاب إنسايد أو كي إنسايد، اللي هي وبس، بيعمل في الآلة وبيطلع صوت. انت لما تيجي تعملها تقول ايه ده هو بيعمل الصوت ده ازاي؟ ازاي بيعمل انسايد والصوت بيطلع في الفلوت بس؟ فانا ان شاء الله انا جاي اشرح التريكة البسيطة دي جدا يعني، ومش عايز اطول في وقت الفيديو، فتابع بقى معايا وركز جدا ركز جدا. الصوت عبارة عن 3 اصوات في بعض، اللي هو الكي انسايد اللي هي الك وال تس اللي هي تي اس تي اس تقريبا. شرحت الصوت ده برضو على القناة قبل كده، تمام؟ فالكي انسايد هي والهوا اوتسايد ويتس. عايز اشرح حاجة أخيرة، عايز اشرح حاجة يعني بمناسبة الصوت ده. يا جماعة البيت بوكس عبارة عن شهيق وزفير، فالفكرة كلها في الصوت ان انت بتاخد اصلا نفسك وانت بتعمل الصوت، يعني انت ممكن تعمله بتاع مثلا 15 ثانية او دقيقة او نص دقيقة وانت بتعمل الصوت ده، يعني مثلا فهي الفكرة كلها شايكو زفير. انت ممكن تقعد بيه مدة اطول من كده، انا بس نهيت علشان خلاص يعني كتير اوي بس فانت ممكن تعملها كتير جدا، بس ما تنساش يعني انت مثلا لو هتعملها فاهمني، بس هو ده الصوت. هو صوت سهل جدا بس هو محتاج تدريب، ممكن مثلا بعد 100 محاولة يجي معاك او 50 محاولة، بس انت بس ايه يكون شاطر في الكي انسايد والاصوات يعني. وان شاء الله الصوت سهل يعني، مفيش اي حاجة، ويا رب اكون فدتكم بحاجة. ومعلش على التأخير، وما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب واعمل لايك، يعني تعمل لايك يعني عشان احنا فاهم بس. ف السلام عليكم.